طيب تعالوا نروح نشوف برضو رساله زميلنا العزيز محمد جمال مراسل رقم 10 في السعوديه واخر اخبار وكواليس من معسكر النادي الاهلي قبل مواجهه فلومينينسي ونرجع نكمل كلامنا. عزيزي كريم، تحياتي مشاهدي القناة الأولى رقم 10 ورسالة جديدة قبل مواجهة الأهلي وفلومينينسي والتدريب الأخير دايما أسوان على الملعب الفرعي رقم 3 لملعب الجوهرة مدينة الملك عبد الله الرياضية، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر في حضور قائد الفريق محمد الشناوي أدلى بمجموعة من التصريحات الهامة، أولها التعليق على إصابة محمود عبد المنعم كهربا سليم ومعافى، حتى تكلم مارسيل كولر مداعبا الصحفيين واكد على ان محمود عبد المنعم كهربا هو سليم ومعافى، قد يكون اصيب اثناء وجبه الغداء لكنه دون ذلك فهو يعلم ان اللاعب سليم تماما. فيما يخص انطونيو موديس وسؤال عن امكانيه رحيله عن النادي الاهلي بعد غيابه عن البطوله بعد تلقي بطاقه حمراء وغيابه لمده مباراتين حتى نهايه البطوله، يعني مباراه فلومينينسي واذا شاء المولى المباراه النهائيه او حتى مباراه المركز الثالث والرابع، اكد مارسيل كولر على ان هذا الكلام عاري تماما على الصحه حتى هذه اللحظه. اما فيما يخص استعداداته لفريق فلومينينسي والكلام والاحاديث في الصحافه البرازيليه او حتى الصحافه المصريه عن ارتفاع معدلات الاعمار وجود لاعبين كبار داخل الفريق، معظم اللاعبين تجاوزوا اعمارهم ال 33 و34 عاما، فقط الثنائي مارتينيلي واندريه في وسط الملعب هما ثنائي اصحاب ال 22 عام فقط، هما لاعبين صغار السن لكن ما دون ذلك فهم لاعبين كبار. اكد مارسيل كولر انه لا يضع ذلك ابدا في الحسبان، واكد ايضا على انه هو يتعامل مع فلومينينسي انه بطل الكوبا ليبرتادوريس، لا يضع مجال ابدا ليكون فريق فلومينينسي يمتلك معدلات اعمار عاليه، واكد انه درس الفريق جيدا واكد انه تحدث مع اللاعبين على كل نقاط القوه والضعف مع فريق فلومينينسي. هذه كانت الرسالة لما قبل مباراة الأهلي وفلومينينسي من المران الأخير هنا على ملعب 3 الفرعي. يستعد الفريق الآن لخوض مرانه الأخير، فقط 15 دقيقة مصرح بها للإعلام ثم بعد ذلك سيبدأ المران الأخير. أما فيما يخص استعدادات الفريق فأكد مارسيل كولر قبل بداية المران الآن على جاهزية الفريق بالكامل، لا توجد أي إصابات حتى هذه اللحظة، الفريق كامل ومستعد. محاضرة نظرية جمعت اللاعبين اليوم وأمس مع مارسيل كولر للعمل على كل نقاط القوة والضعف لفريق فلومينينسي. أكد مارسيل كولر أنه لم يعلن عن تشكيله الرسمي، لم يحدد تشكيله الرسمي حتى هذه اللحظة، سيبلغ اللاعبين بعد المران وبعد نهاية المران والجولة التكتيكية التي لن نحضرها بالطبع، سيعلن عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في مباراة الغد إن شاء الله، لكنه أنهى كل محاضراته النظرية وتعليماته، متبقي فقط تعليماته العملية داخل الملعب. المران سيبدأ بعد دقائق إن شاء الله، سنتابعكم في رسائل أخرى بالتشكيل والتشكيل الرسمي للفريق بعد انتهاء مران اليوم قبل إعلانه مساء اليوم بإذن الرحمن. هايل يا جيمي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرسالة، وجيمي كمان على الهواء مباشرة هيكون معنا بعد لحظات يقول لنا أخبار وكواليس أخرى. ده كان بعد المران وبعد المؤتمر الصحفي، هو دلوقتي كمان هيقول لنا آخر أخبار التشكيل تحديدا، يعني نعرف منه تشكيل تفصيله، هيخش معنا بعد شوية عبر سكايب نفهم منه كثير من التفاصيل المهمة.